أظن أن التطبيقات كتندر وغيرها جد مزعجة. مزعجة لا نو انا جون لي جون با مي مزعجة بشتوا لي ا سو بوين لي مونت ابري تو سي اون ليبرتي بيرسونيل. تندر ما منافوش سام شو كي تبدا جوست سيكسويل كها ودير البارح هكاك خاطر في تونس سي كوم اسيت دو رونكونتر دير ما نستحقوش تندر في تونس على فيسبوك. مواقع التواصل الاجتماعي اليوم يعني حاجة ولات منتشرة ونجم تقول ضرورية يعني دونك ما نصورش فيها حتى إزعاج لأي شخص. ما تزعجنيش أنا معناها كل وقت عنده التندر متاعه. قبل كانوا عندهم تندر جوابات من بعد تندر الفيكس وبعد تندر ذوك ام اس ان على ليبوك ومن بعد تشاتش بوان فيغ وبعد فيسبوك وانستغرام وتوجه تندر باش يتواصلوا بيه معناتها ويعملوا علاقات. استعملته بريود وبالرسمي فاشل على الاخر ما ساعدنيش معناتها. الحياة الزوجية بدون حب هي لا يمكن أن أتصور ذلك، ممكن حسيت ذلك سابقا. أنا نتصور مش ممكن وما نتصورش عيشة معناها الزواج من غير محب. سي با بوسيبل، نجمش لامور سي الموتور، دونك كهرباء باش موتور ما تمشيش، دونك كوبل سون امور ما ينجمش يمشي. لا يمكن ان تصور ذلك يعني علاقه زوجيه من غير حب ما نتصورهاش. تفسير الحب في حد ذاته معناتها مختلف من حاجه لحاجه، يعني تنجم تكون هي ديجا العلاقه اللي فيها مصلحه، المصلحه اللي قلنا راهي مش المصلحه مفهوم الخير. ينجم يكون ذاك في حد ذاته حب خاطر يخلق نوع من التفاهم يعني. لا يمكن ان اتصور معناها ما يمكنش نتصور ذلك انا معناها من غير حب معناها حياه فارغه تماما. لا يمكن ان اتصور ذلك انا. ممكن ينجم يكون التفاهم اكبر شرط. انكم تعيشوا متفاهمين وبالقدر خير برشا من انه يكون الحب ممكن الحياه الزوجيه من غير حب، لكن من المستحسن انها تكون بازية على الحب، لكن ممكن ماهيش غير ممكن من غير حب. معناتها هل سبق لك ان تعيش عده علاقات حب في نفس الوقت؟ الحقيقه لا. هو انت ايش قولك؟ لك ما عارفه. لا 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 في نفس الوقت لا. لا ديجا واحد و يزمك شوف تو تون سور عادي كيف شباب تونس الكل تلقاه سبعه وثمانيه وكذب عليهم كلهم مام طون وعايش معاهم كلهم مام طون. هذا هو اللي صاير. الوغ لا جامي انا سي كونتر مي برانسيب جو نفي با سا انت سي جو سوي افيك اون بيرسون سي افيك لا بيرسون. لا لا حب لا نحكي على حب هنا. ما هو مفهوم الزواج في نظرك؟ العاده الشرط الأساسي لذلك الالتزام متجدد كل يوم، لذة متجدد كل يوم، الطمأنينة، الراحة هي الأهم، ألم منبع للعذاب. الالتزام والطمأنينة بالنسبة لي أنا. كيف مفهوم الزواج هما حاجات هذوما الكل على خاطر ما فماش غولاسيون من غير هذوما الكل. فما برشا احتمالات يجوجو واللذة مجددة كل يوم والطمأنينة زادة فما راحة السعادة الشرط الأساسي لذلك. لازم يكون الشرط الأساسي سعادة سي سي با لو بونور جو ني با مي بو ايبوزي اكس و ايغريك فو ميو اتر سول كو مال اكومباني. بالنسبة لي يعني مفهوم الزواج هو السعادة اللي هي شرط أساسي، كذلك الالتزام والطمأنينة حتى اللذة يعني، لكن ألم ما نتصورش يعني. كان باش يكون عبد سبب في ألم ولا هذه الالتزام والحاجة الأخرين اللي معناتها. هل يمكنك أن تكون سعيدا دون حب؟ وي دون حب والله ما نجمش نكون سعيد من غير حب. حب حاجة بالعكس حاجة تفرح، إذا يكون حب صادق وحب معناتها متناسق ما بين اللي تحبه وأنت حاجة ضرورية. ما نتصورش انه الانسان ينجم يكون فرحان من غير ما يعيش علاقه عاطفيه ويتزوج ويجيب صغار. مستحيل. لا مستحيل في كل شيء كيسي سواء مع عائلتي ولا في خدمتي ولا حاجه من غير هذيك المحبه والود وكل شيء ما فما حتى شيء. توت لي غولاسيون سو امبورطونت مي دو لا اسكو على خاطرك معناها على خاطرك ما عندكش شكون ولا ماكش تحب باش تبدا تعيس ولا باش تلوح روحك بالشباك سا سي با ايفيدون. لا ما نكونش سعيده. ديما السعادة نسبية لما حالا نقولوا لا نتصور لا
حب في مفهوم مطلق معناها. Il faut s'aimer les uns les autres, pas forcément aimer quelqu'un ma tante maman, mais aimer les voisins, aimer la terre, aimer كل شيء, ما تهمي لا في وكذا. لي 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 الحب هو ديني معناتها بالحق معناها اني نحب صاحبتي ولا صاحبي ولا زوجي ولا بابا ولا اخويا ولا لازمني نحب ونتحب باش نجم نعيش. شخص يعيش في علاقات زوجية ومع ذلك يعازل شخص آخر يغازل شخص آخر تلمون جسوي كونتر معناتها كلير حاجة تقلقني برشا. قلقني بصراحة وانا بالرسمي شفت في حالات ونعرف ناس نقد واحد انسان متزوج ويعمل فيه معاكسات للبنات بزنس بصراحة شيء مخجل. مش متربي وما عندوش هم. أني نخنق. دونك يزعجك بالكدي. أنا زاد من ناحية أني راجل بالرسمي يزعجني على الأخر. هذه تقريبا ما فهميش مستحيل ما فهميش واحد عملها سواء من الراجل سواء من المرأة. المرأة أكثر تخبي الأمر يعني تشوف واحد عجبها هكا يعني ما تفوتش الغزرة الأكثر. الراجل طبعا الراجل ديما هكا يعني من باب المستحيل بدلي 7 أو 8 سنين مع شخص واحد. يزعجني ذلك جدا داخل في الإطار الخيانة معناتها الغزل زد راهو نوع من أنواع الخيانة. الوفاء في العلاقات الزوجية هو أساسي ذلك هو الشرط الأكبر قديم ومتجاوز معنى الوفاة حاجة قديمة ونتجاوزها حسب الأحوال كل حالة تخضع للنقاش شيء يمكن الالتفاف حوله بسهولة أساسي واضح. يظهر لي ما ينجم يكون قائم مع علاقة زوجية واضحة كان بالوفاء الوفاء والإخلاص ديهم مع بعض أو مكان هو أساس كل شيء أساس كل شيء من غير الوفاء من نجموش زواج يكملوا مع بعضهم معنا من دون وفاء لا تكون عائلة معنا الخيانة الزوجية هذه دمار للعائلة من غير وفاء وصراحة ما تتوصلش العلاقة تولي فما دي ليميت ما عادش علاقة ترانسبارانت هكا حلوة دونك أساسي جدا الوفاء. الوفاء صحيح هو أساسي جدا لأنه أحسن حاجة في الدنيا وأروع حاجة إنك تلقى إنسان وفي. إذا كان العبد حس روحه حب عبد آخر ولا أعجب بعبد آخر ولا يحب يبدل ينفصل معناه ما يكونش خاين وكا ما هوش بالضرورة ليه إنه يكون وفي على حساب نفسيته على حساب حياته ونهار آخر مازال قدامه 50 سنة باش يعديها في سجن وبحكم الوفاء لازم يكمل ليه بطبيعة ليه. الوفاء في العلاقة الزوجية مربوطة بحاجة واحدة بما ستوفره لزوجتك أو العكس وبالعكس كان إمكانياتك مريقلة وظهرت بنت حلال وصبرت فيها بها ونعمة كان من نهار الاول قالت لك جيب الساغه فهمت لها صفرة وبيضه ماذا بيك عارف روحك علاش قاعد. الوفاء بالنسبه لي انا في العلاقات الكل مشكل العلاقات الزوجيه هو حاجه اساسيه فو فريمون اونوري سون انجاجمون بالطرق الكل دونك زوجيه مهنيه مهما تكون عائليه لازمك تكون وفي. انت تعتبر علاقات الحب كمهمه جدا اذا كان مفهمش جدا ما نقول مهمه جدا وعلاقات الحب ما تصيرش كان بين رجل ومرأة معناتها علاقات الحب في المطلق بين الأصدقاء بين الأخوات بين زملاء بين برشا حاجات معناها الحب مهم جدا أساسية بالنسبة لي أنا أراها مهمة على الأخر وأساسية كيف الزوز ثانوية بصراحة هكا منظورنا نشوفها ثانوي. علاقات الحب هي أساسية ومهمة سان إكيليبر في حياة أي عبد إلا بوزوان d'avoir des relations sociales et des relations amoureuses. هو يقول لك الحب ولذته ودرا شنو في برشا عذاب اما حتى عدم وجود الحب في حد ذاته العذاب نتاعو ابن برشا. تنجمش تعمل حاجه من غير ما تحبها معناها كسوسوا عبد والا فاميتك والا عمل والا اي حاجه في الدنيا ما تنجمش تعملها من غير حب دونك الحب اساسي انا جوفوا.